الحضارية، حيث عند الالتقاء ببعض المكوفين في مدرسة النور والأمل للمكوفين وجدنا لديهم صعوبات في التمييز بين العملات الورقية، فقمنا بإنشاء هذا التطبيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام موقع ماشين ليرنينج فور كيدز وبرنامج اب انفيرتور للبرمجة ولتصميم واجهة التطبيق. هذا التطبيق يخبر الكفيف بقيمة العملة الورقية بشكل صوتي حتى يمنع النصب والاحتيال عليه، ونطمح في تطوير البرنامج وأن يضم باقي العملات مثل الدولار واليورو وغيرها من العملات، وأيضا أن يكون قادر على تمييز هل العملة مزورة أم غير مزورة، وأيضا إضافة لغات أي التحدث بلغات أخرى لمساعدة السياح.